Aliwanji bringing the beat to Bradley for Wally. Kill anybody watching. You know that the song will find us. No hashish, no marijuana. Thank you. You have my money. She have my money. She stole my money. She is a thief. Give me back my money. فكر فار ولا السلام عليكم. حس براسي جالس في قهوة حاضي البنات. واش انت ما عارفش شكون لاعب؟ شكون لاعب؟ هذه راه النسخة 136 ديال البطولة ديال التنس ويمبلدون. وغنقليه هو شكون يعوضني فيه؟ دخل موقع وان اكسبيت راه زادو فيه حتى التنس. وشجع اللاعب اللي بغيتي. تقيد ودخل كود بون وزرو واستافد من 1300 درهم على الدخل. ولكن مشى نتفرجوا في البنات. مرحبا. ويلي 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 ويلي. سيداتي انسات سادتي غير سمحوا لنا لا تعطلوا الحلقات راكم عارفين مورا العيد الحماوي القديم بنادم كيتقال دخلت في واحد السندوق تبع عيد الاضحى ودابا عاد فقت من السوق زيد على الناس مبحره وتخشيت لداخل وانا نتفكر القرش وانا نعلق حنا جالسين كنطيبوا في هذا البيت واش ما نخرجوش نشجعوا السياح راه قال لك السياحه كتدخل العمله الصعبه خاصنا نشجعوها رادوني رادوني ورادوني حنا اي حاجه كتدخل العمله الصعبه كنشجعوها الضريبه الجديده المتعلقه باليوتيوب مقدمه حنا الحمد لله بلادنا سياحيه 100% باش الله اعلم تنوع في التقاليد واللهجات والمأكولات هالمناطق الصحراويه الله عليه هي اللي بغات الخلاخ هالمناطق الجبليه هما جاب لهم كيسان ديال القهوه انا جاب لي كاس فيه بيبه سميتها بيبه البيبه من كل ذوق طهره كوب لي قال رخصه صعيبه ولكن للاسف كاينين شي سري ديلات كيخنزوا الشوارع بكم هالحقه 3000 درهم 3000 درهم بغيت نقول 5000 درهم 5000 درهم شحال هادي ملي كان السائح كيتنصب عليه اولا كيتعامل معامله خايبه يا اما يديكلاري جدارميه الجدارميه لا يا اما ينسى ويدير مطرا والو عليمو من تعرفها كنعرفها ولكن دابا السياح ولاو الاغلبيه ديالهم يا اما كيصور ستوريات يا اما كيفلوغي فلوغات يعني شنو يعني ملي كيتنصب عليهم حماده كيوثقوا عمليه النصب يصوروها كيسجلوها كيضربوها في الارشيف حماده وهذا الشيء خطير اوي حيت السوشيال ميديا كتوصل الخبر بواحد الطريقه سريعه والملايين ديال البشر كيشوفوا حادثه وقعت لواحد اللي حتى هما كياخذوا صوره خايبه على البلاد وكياثروا على السياح وكياثروا على العمله الصعبه الضريبه الجديده المتعلقه باليوتيوب والله تسمعناك وحق الله غادي ناخذ كمثال واحد اليوتيوبر مشهور القناه ديالو مختصه غير في اكتشاف وتذوق الماكولات ديال البلدان In this video you're going to witness a day of dining right here 5 star cheese عنده ايكيب كامل اللي كيصور ليه لا من ناحيه الصوره لا من ناحيه الصوت لا من ناحيه المونتاج يعني الخدمه ديالو احترافيه يعني كيدير اشهار فابور او فري باستا زغب والله هو يمشي لمصر This place there is no system here باقي ما دخلش في المطار حيدوا ليه الماتيريال ديالو كامل There is no step by step. وبقاو كيبحثوا معاهم هو وليكيب ديالو النهار كامل. It's pure chaos. حتى عيان خلاو ليه غير التليفون ديالو اللي صور به الحلقة. And hierarchy. زيد على هذا الشيء هذا وخا طلقوا دخل مصر البوليس تابعوا في ممشى. And we're shooting a bakery. As we were filming that, the police stopped us. المهم كرهوه في حياته. ايوا السيد من رجع لبلادو فضح كلشي وصايب جوج فيديوهات في يوتيوب بلا ما ندوي على ستوريات ولي زارتي وفي هاد الفيديوهات اللي حط كيقول باللي ما تمشيوش لمصر Don't go to Egypt.
الفيديو الاول وصل ليه 6 مليون ديال المشاهدات، الفيديو الثاني وصل ليه 8 مليون ديال المشاهدات، زائد المؤثرين اللي دعوا على هادشي اللي وقع على السيد هذا طلعوا المشاهدات. يعني هاد الفضيحه هادي القليله غيكونوا شافوا شي 20 مليون ولا 30 مليون واحد شافوا مصر بصوره خايبه. وتا حنا عندنا شي بركه في هادشي هذا، مثلا سائح بغى يشري بريوات ويتنوض حداه من طايفه. سائح بغاو يبيعوا لي الحشيش بزز. شما كريا حابسين الطريق طليب الفلوس بزز. يجي واحد يطفي الكاميرا لسائح. كريساج. You have my money. She have my money. She steal my money. She is a thief. وزير الصحة ما لقيش بريز فين يخدم ترونشوار. تلا لا هاد اللقطه هادي ماشي فهاد الحلقه هادي. فولار ديال 50 درهم ولا ب 7000 ريال. I'm okay bro. You're a good salesman. Give me only 350. No, my god. No way. اجي نوريك الطريق ومن بعد نقول لك خلصني. It's closed, is it? This way. Thank you my friend. Excuse me. ها؟ Oh, you want money for this. هو التحرش. فكر فوار لا. اليوم غادي نشوفوا السرديله اللي كتخنش الشوارع وكتخرج على السياح وكتضيع شي ناس معقولين في التجاره ديالهم. توب 5 سياحه النصب والاحتيال. المراتب الخمسه اللي عندنا في الحلقه هذه رتبناهم على حسب الثمن المشفور، يعني من اصغر ثمن وحنا طالعين اكبر ثمن. في المرتبه الاولى تاكسيات. رانا الاول. السائح الاول اللي لقى مشكل مع الطاكسيات كان في مراكش لي جاردا ماجوري، ومن بعد بغى يمشي لواحد الرياض ومشى ياخذ طاكسي هو وصاحب. سو يا وي وان تو جيت ا تاكسي. عطينا الاول. عطينا الاول سبيطار الحومه. وي غانا جو تو رياض نازما. وي وان يا وي وان ا تاكسي وذ ا ميتر. رجع قالك بغا يمشيو لرياض نيسما. وبغاو كونتور ما سمعتيهاش جواد. راه السيد بغا كونتور. هذا ليغلي دي هاف تو هاف ميترز وي نو. يا 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 السائح مسكين قال لي قانونيا خاص يكون عندكم كونتور. ما فخباروش بلي راه كيتعرضوا صحاب التطبيقات وكيديروا لهم الميزاجور. Oh, we're making a vlog. We're making no, a vlog. No. About Marrakesh. We're doing a vlog. I'm not filming you. I'm filming me. I'm allowed to film myself. وانت اللي كتفهم في القانون اخي القوري. ما عندكش الحق تصور مراكش ودير لنا اشهار وتروج للسياحة. ما عندكش الحق. ما تصورناش وحنا كنحردوك. ما تصورناش وحنا كنصبوا عليك. ما عندكش الحق. So we have a tariff. You want a taxi? Yeah, yeah. Yes. Yeah. What exactly you want? We're going into Riyad Nizma. مرحبا. إلا عندكم طريفة قولوا لنا بشحال كديو الناس. How much you paid? كيفاش شحال تعطي؟ واش داير احمد ديال الحوالة؟ How much you paid? وعباد الله راه البزنازة، البزنازة كتلقاهم دايرين ثمن فيكس ومقطعين كل دامة البنة بوحدة. ها ميل ها دو ميل. وصحاب الطاكسيات دايرين الدلالة. How much you paid? Well, no, we want to use a meter. No, we don't have a meter. They do have meters. I know they do. Come on, I'm not stupid. No, just gotta. You legally have to have a meter. You have to by law. And the thing that zazat me, he was in the taxi, he saw the guy, he saw the vlog, and he's still continuing with the harid, he's still continuing with the nasr. He saw it. Those taxis legally have to have a meter inside of them. If you're a tourist, they will lie to you and say, oh, the meter's broken, or it doesn't work, or we do a fixed price instead. The prices for the taxis that we've been given are more expensive than a taxi in Amsterdam. A 5-minute taxi ride, literally, you know, a kilometer down the road, they're wanting 100 and 150 dirhams. جغدا بلاتي هذا الخميس صاحبي غدو فيك بلاتي 13 ولا 70 عام بلاتي انت ما تقد عليا هادو باين غينوضوا بيناتو ياك ساينو اوكي بيان فولوم بلاتي بلاتي 13 كل متر قوي واه خوال كثير بلاتي واه خوال انت ماشي فحيت فحيت كيما دابا كيما ما تخافي ما داشي غير كيتفاهموا شكون فيهم غيدق لك البره ويني 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 نيفو بروفيسيونيل هاو ماتش واتياش من هاو مات شلي غاودي ناتك بعدا الطاكسي كيتقرع عليه في باولو هاو ماتش اه شحال 300 وعلى وسط بلادي وانا وسط بلادي
Did we pay 300? Can we do 250? No, madam, because lights. It's a short time. We should have asked over there so we could have asked someone else. That's what I'm talking. طلع طلع هذا قال لك 300 درهم الاخرين راه تقدري تباتي معاهم راني بالثلث. واحد السائح جا لمراكش ماشي سياح، جا فقط باش يشجع المنتخب المغربي مع المغاربه في الوقيته ديال كاس العالم اللي داز في قطر. يعني شوفوا معايا وحسوا معايا بهذا السيد، هو ماشي مغربي ولكن جا بغى يبارطاجي معنا الفرحه. يعني خصنا نديروا معاه الصواب، خصنا نشموا ليه التقاشر. وهذا السيد هذا يوتيوبر رحمه سيدي ربي، يعني امي اي فلوغي زوينه. معايا الله خرج من المطار ضربوا الصهد كاينه الحراره. هاي هاو يو تاكسي يا هاو ماني درهمز تو سيتي سنتر ويتش تاكسي. Wow, this is crazy. When is good to go and watch the football? How many dirhams is it to the nice place? 325. If you give me 350, it's very kind for you. Okay, thank you. What do you think the score is going to be? One goal for us is good. لا لا غنربحوا 350 درهم للزيرو. How far is the square from here? 20 minutes. 20 minutes, not too far. 20 دقيقة ديال الطريق، يعني غتكون الماكسيموم الماكسيموم واحد 10 كيلومتر. حسب لي 20 دقيقة ب 350 درهم. زيد؟ انا والله العلي العظيم منكذب عليك، فاش كنت في ماليزيا خديت الطاكسي من المطار للسونتر في كوالالمبور زيد خلص 100 درهم فيها حنا جوج، مشى بينا الطاكسي لمده ساعه و20 دقيقه، المسافه 60 كيلومتر خلصنا فيها 100 درهم حنا جوج، وهذا ضرب لي 20 دقيقه و350 درهم. لا حول ولا قوه. Cheers, thank you, mate. How much do I owe you? 350. Thank you. Thank you. Have you got change? Yeah. Let me do one thing. I just saw from my TV. 50 for me, my friend. No, there's 400 there. Yeah, 50 for me. Oh, come on. Be kind. No, come on. 350. No tips. You said 350 would be good for a tip. دماغي حبس، هادشي راه بزاف. مع الوقت غنبداو نشوفو الكور جايين في التريبورتور، جايين في التوك توك. هانتوما الاخوان، اخر ما كاين تريبورتور جايب الكور للمطار. شي حاجه في شي شكل شي حاجه اكس خاوديني غانت سياح ولا جاو عندنا في التوك توك. في المرتبه الرابعه النصب والاحتيال بالقميص المنتخب المغربي. المغرب من بعد الانجاز ديال المنتخب المغربي كاس العالم اللي داز في قطر، المنتخب المغربي ولا معروف بالاسماء ديال اللاعبين زياد حكيمي، وحتى قميص المنتخب الوطني ولا معروف. ديك الوقيته بزاف ديال الكبار جاوا للمغرب غير باش يحضروا الاجواء الكرويه، منهم واحد الشاب برتغالي جا لمراكش بغى يشري التوني ديال المنتخب المغربي باش من بعد يمشي يتفرج مع المغاربه في الماتش. Let's see what we can find. English? Salam, yes. You have a Morocco football t-shirt? New one. Man? Yeah, I have. New one. You want white one? Red one? Show me both. Show me everything you got. السيد راه كيفلوغي، كنتمناو يكونوا هاد الناس شافوه كيفلوغي وخدموا شويه ديال اللحم الراس. Maybe extra large. No. It says the Morocco not same size. English. Oh, not same size? Not same. Okay, same. Because I wear. هاد العباره في تيشيرتات ولا حتى. This is the white one. Okay. Is this what they're wearing in the World this Cup now? This is new one. Last. New one? Yeah, this is new one. Okay. This is official one. This is the official. Okay, this is which one is the color they use? Is it the red one? This is red one. This is okay, the red one. This is secondary shirt. Yeah. Okay. انا خويا في بلاصتك نختار التوني ديال بونو. ماشي يلاه الطاكي الثمن اللي غيعطيك. راه غيبداو يسجلوا لك الاهداف. تعرض للثمن، تعرض. No, I got to go. I think I got to go with the red one. That's the original one. How much? Only one, maybe two? No, just one, brother. Maybe another one, maybe. No, brother. It's just for me. عطينا خويا غير الثمن ونشريو الكولية كاملة. How much? Only 450, 450. No, brother, that's too much. $450. تيشيرت مدرعه ديال 70 درهم لماكس، بغا يدق قالي ب 450 درهم، فيها العرق ديال حكيمي. حطها في الكول يا حكيمي. No, برا. بورتوكيش راه لا تعرف انجليش. I'm not English, I'm Portugal. Portugal is much equal. I'll give you. والله تكزاره بالله. حنا عارفين ماشي كاع البياعة دايرين بحال، ولكن في حال هادو راه كيضيعوا دوك الناس المعقولين. راه بسبب هادو ما طلعناش للفينال. قادوا لينا النية. 150. No, man, this one 150. No, brother. Excuse me, I show you.
is 150. No, this is 100. جبد ليه ديال 20 درهم. Similar, this is only one. This is football shirt, man. What is best price you can do? Give you 400. No, brother, I can't do 400. How much you going to pay you serious price? أخوي العزيز 400 درهم راه كيقيدوا فيها الناس ولادهم في النادي. 400 درهم راه بروجي ديال انتخابات. ويش الصرف 300 درهم كذا الا ما قبضتهاش من هنا 2026 يجري علينا بالحجر. 150 no. Come on, brother. Yes. You have profit for 150. I told you, okay, I don't have profit. 150 درهم راه فيها الربح والخير والشر. ولكن كاين اللي معتوازها خاصو يقطر البراد. رادوني ورادوني. And I know you want to sell it to me. Give me best price. Give you 350. No. Give me 200. 200. Excuse me. Give you 300. No, brother. 200. 300. And I'll get it. Not 200. 250. لا لا لا. هذا راه ماشي مول المحل. هذا راه غير جابوا لهذا المحل باش يشري. وعقلوا عليه حيت في الاخر تا هو بخبيزته. لا لا. باش تلاقوش. Brother. 200 and I take it. No, I told you 250. You want for 250? No, I want 200. Meet me in 200. 200? Okay, nice. Thank you. Alright. من 450 درهم. Only 450. ولا التيشيرت ب 200 درهم. 200؟ Okay. وهي كدير غا ب 70 درهم ولا 80 درهم حيت مدرعة. Wait, can I have to try first? Yes, alright. Alright. Can you hold? Yes. Picture. Yes. Just hold like this. Okay. Yes. I just want to see if it fits. Thank you, brother. عاد عاقب اللي كيصور صورنا دوس من الاسلام ورفد عندك اخويا باولو عبدول thank you so much my name is Gonzalo no I just want to walk now thank you brother I come on alright شكرا عندي رسمة السعاية راه ماشي تجارة والله ما تجارة في المرتبة الثالثة النقاشات ديال الحنة واحد الظاهرة ولات عند النقاشات ديال الحنة هي انه لو كنتي غادي ومعك شي امرأة ولا شي بنت كتجرها النقاشة ديال الحنة بزز باش تنقش ليها وبزز She's the one. You're the one who... You hurt my hair. Yeah. Why? Yesterday you grabbed... She's the one that grabbed my hair. وحتى الا خليتيها نقشات لك بزز كتقول لك لا غافا بو ولا راه كادو What are you doing cat? Oh, take a picture. No, 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 we gotta go, come on. We don't have money. No, come on. Finish. It's free? Free. ومن بعد كتقول لك خلص واخا هي اللي شداتك ونقشات لك بزز. Give me something for me, thank you. Sorry? Give me something for me. We don't have it, I just Give me money English, money pound, euros. Told you, cat, well done. We gotta leave, come on. كي صحاب ليك سالات معاك مازال غتبعك ودير لك الشوهه باش تخلصها وغتولي تبان للناس بحال انت اللي ناصب عليها You can't just put stuff on the hand and demand money. It's not fair. Come on. Give me money English. Money pound. No, euros. You can't do that. You can't just be nice. Give money. Yeah, you can't do that. I'm sorry. نطلع شوية النيف. واحد النقاشة طاحت على واحد السائح من سويسرا. Vous êtes de quelle nationalité, monsieur? Je suis suisse. أول مرة غيجي المغرب مسكين. Première fois que je viens à Marrakech. J'ai trouvé. Comment vous trouvez Marrakech? Très très joli au début de semaine. نقشات المراتو وبنتو جوج صباع. مراتو صباع وبنتو صباع. بألف وميتين درهم. نقاشة في مراكش نقشات جوج صبيعات بألف وميتين. 200 درهم اي 24000 ريال وفي نو دير سكي فوز اريفي سكي فوز اريفي ا لا باج جمال اون اريفي سور لا غراند بلاس اي اون ا مي سور لا مان دو ما فام اي دي مي في لاني لو ديسان اي اون ا دو باي 1200 درهم Il nous a dit que c'était du vol, ce qu'on a eu, on a dû payer, donc 1200 dirhams pour ça. Il faut mettre une dirham là, j'ai bien fait quoi de la unité. Quand j'ai fait le tabi à une bête, voilà qui est le cassard avec cette bête. Arbat, où est-ce que c'est vrai que c'est que tu as mis le bâton à l'ennemi de l'henna. خلصنا اخويا وراه هي اللي خاصها تخلصك حيت دارت لك بزز حنا ما كتحيدش واش حنا بقرقه الطبيعي فينا المهم النقاشه ديال 1200 درهم جوج صباع قلبت عليها ولقاتها النقاشه تم توقيف ديالها ووضعها تحت تدابير الحراسه النظريه الى حين موعد عرضها على النيابه العامه ومتابعتها بالمنسوب اليها ان مثل هذه التصرفات كتاثر على السمعه ديال المغرب والمغاربه في المرتبة الثانية طاجين ب 2000 درهم خاوي ما فيه لا مرقة لا برقوق لا عدس لا كتامية لا والو واحد السائح فرنسي جا لفاس باش يكتشف الحضارة والماكلة والصناعة التقليدية ساعة شدو واحد المرشد سياحي دغمرو حرفيا
Je vous fais la petite expérience de mon voyage à Fès. Je suis venu à Fès pour visiter une semaine. J'ai un guide qui m'a fait la visite ici, qui m'a emmené pendant 5 heures dans la Médina et autour. Et au final, il m'a emmené voir toutes les choses des coopératives. Il m'a emmené voir les tanneurs. Les tanneurs, il m'a emmené jusqu'au tanneur. Il voulait me faire payer 500 euros pour des vestes, des jaquettes. Jaquette à 5000 dirhams. Zid. Il m'a emmené à la fabrique de céramique. À la fabrique de céramique, il me vendait 200 euros le tagine. Un tagine pour 4 personnes. Il me demandait 2000 dirhams. Tagine 2000 dirhams. Zid. On a été dans la Médina. Il m'a dit que surtout, il ne faut jamais acheter tous les petits commerçants dans la Médina parce que tous, ils sont des voleurs. Et tout ce qu'il y a dans la Médina, c'est fabriqué en Chine. On a fait un tour. Il m'a emmené dans un spa, dans un hammam. Là, il me demandait 500 dirhams pour un hammam avec massage. Hammam 500 dirhams. Zid. 20 grammes d'épices pour 5 euros. 20 grammes. Et après, ils m'ont emmené dans un restaurant de la Médina. Et dans ce restaurant, ils m'ont fait payer 220 dirhams pour un tagine et des fruits. Quand après les autres jours, j'ai découvert qu'un tagine c'était 4 euros, 40 dirhams. Tagine de l'haïmaz pour 20 dirhams, de gouli 220 dirhams. Si j'avais tout écouté ce qu'il m'a dit, peut-être que j'ai payé 2000 euros la journée. Ça veut dire que tous les Français qui viennent ici, même les Américains, ils vont venir une fois, mais ils vont pas venir deux fois dépenser les sous parce que chez nous, même nous, chez nous, les prix, c'est même pas les prix. Il veut nous faire payer le prix qui est plus cher qu'en France. Vous voulez bien nous la France, je nous casse à t'chalas. Allez, casse à halqa, chora. Mon dieu, ouais. Allez, ne s'acquitte. Même quand tu viens de jacket à 5000 dirhams, la tagine 2000 dirhams. Quand tu viens à 20 grammes de la tarie à 50 dirhams. Mais les gens, quand ils ont des goûts, ils cousinent. Dalia, la tarie. ده 600 ديال العطريه اللي ده وراس الحانوت اللي كله دواء ما واصلش 50 درهم 20 غرام ديبيس بور 5 يورو هاد السائح مسكين هذا راه ما بقى لهم والو يذبحوه في دار الدباغه ويصايبوا منه شي بلغة طاجين ب 2000 درهم صحيح بصح فاس حاكم العالم باش الله اعلم في المرتبه الاولى في المرتبه الاولى غادي نعطيكم النتيجه ديال هاد النصب والاحتيال اللي كيتعرضوا ليه السياح مع الوقت عاقوا فاقوا فهموا القوالب ولاو عارفين الاسعار الحقيقيه ولاو تاهما كيتشاطروا واحد جوج سياح راجل ومراه داروا فلوق في مراكش كيبينوا لك كيفاش تعتق راسك من النصب والاحتيال في مراكش وهم حطوه في يوتيوب امي غادي نبداو بالساك المدرح يا هاو ماتش فور ذس ها استروجينال فيك اوريجينال فيك اوريجينال فيك هذه لغه عادي كيفاش اصلي ومدرع في نفس الوقت ساك مقطوع من الشجره واتس يور برايس اون ديرهم ديرهم ياه شوفوا مزيان هذا الساك المدرع اللي جاي اما من الشينوا ولا تركيا اللي مولا يقدر يبيعه ب 150 درهم ورابح فيه السمعه ديال السياحه ديالنا معوله على هذا الساك المدرع نورمال برايس 650 اي ديرهم 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 جود اوف 500 pretty much 500 بغا يدقولي ب 650 درهم وخلاه ليه غير ب 500 درهم 650 ما هذا الجشع ولكن القوي راه ما ساهلش غايدير مع تيكي تاكا ماكسيم برايس نو اوريجينال في اوريجينال في واو ليتس جو That's a minimum price. Minimum price. Arfad عندك 50 درهم. Maximum price. Minimum price 50. Oh, you want maximum. Okay, I'll give you 100 maximum. السياح صافي عاقوا بكم الشلابيه so maximum means I can't go above maximum because that's my maximum يا وجه القصديره يا صفيح الجمل ساك مدرح من 650 درهم بعتي ب 250 درهم ومازال عندك الوجه حكوا بلا مول just 125 عرفوا مسمار ما غيصوروا منه والو ولاو غادي يزاوقوا يا ربي تبقى غير هذيك 100 درهم ارانا شي بياس اخرى hello you got some shoes hey yeah Very cheap. How cheap? غير باش نفكركم هادشي راه كامل مدرح. How much? Price just 3000. نعم. Price just 3000. 3000 درهم. Price just 3000. وانا وصلت بلادي تلاقي بالزاي. Less than 3000. I have these. You have same. The real ones. Real ones. How much cost? 1000 dirham. 1000 dirham. For the real ones. Yeah, this is your real one. This is not real. Yes. No, it's not. راه زائد ان وجههم قاصح هاد النصاب هادو مكلخين كيشوف الكاميرا السي تي فلوغي ومازال تيحردو فيه اوريجينال مراكو لا واه بطاطا قصبير الحاجه الوحيده اللي اوريجينال في المغرب هي الزبده Okay, so how much good price? من 3000 درهم ولات ب 800 درهم نقص لي 2200 درهم غاب الضحك ومازال غينقص ليه ومازال غيتفضح 200
200. Yeah. This is crazy price, sir. Price. Give me 700, okay? 700? No, I can't. Yeah. 250. More than 300 this sir. Give me less than 300. Not me, not you. Give me 650. Assalamu alaikum. بغيت غير نفكركم باللي راه السبرديله كانت ب 3000 درهم. Assalamu alaikum. No 300. 275. Okay. وفي الاخر تباعت ب 275 درهم. اي نصاب دابا ديال السياح كيتفرج فيه الا ما قادش صاحبي على التجاره او القضيه محزوقه خدم غير مع المغاربه والله تتربح بيع لهم غير الملابس الداخليه ديال كات وومن الممرضات راك تما ولا بيع الزيت جيس فيتس وكينات الراس اش داك لشي سياحه. Hello. English, yes. You English? Okay. شنو بغا يدق لي هذا تا هو. How about the Kenzo? Kenzo, what size? Yeah, that's good. I like it. How much? I want only 600 dirhams. Oh. You like two, make it like take it, no problem for you, fight. No. Most I would do for this is 150. You can't do it, brother? That one you like, take it, no problem. You're yeah, good man. I'm sorry. No problem. I can't do that. مول المهال بغا يجمع فلوس تي ماكس. والله ولدي ما غتوصلها ل 200 درهم. 180? 190. Yeah, 180. Hi, brother, man. Yeah, thank you, brother. No, you're a good guy. الكور عاقه ولد خالتي ولاو كيتشطروا بحال العيالات. صدق المهال وبيع المسمن. النصب والاحتيال على بعضياتنا كيبقى بيناتنا ولكن النصب على السياح راه خطير. سيرتو الا كان السائح تيفلوغي اولا كيوثق لعمليه النصب غير يجي يدوي معاك شي سائح سوا غيسولك ولا غتبيع ليه عرف راسك باللي وليتي انت هو المغرب انت هو لاكارت ناسيونال ماشي تبيع ليه بريوه ب 50 درهم ولا تدق ليه زربيه ب 20 مليون حيت غيمشي وما غيعاودش يرجع. وكاينين شي مناطق في المغرب اللي واقفين ومعولين على السياح. الله الكرموز الهندي. ما تنساوش اقترحوا علينا في لي كومونتير مواضيع الحلقات الجايه ديال توب 5 نستناو الحلقه ديال عاشوره.